يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ في كثير من المساجد أن المأمومين يقوم بعضهم برفع أحد القدمين أو كلاهما في السجود، فهل يقال له إن صلاتك غير صحيحة ويؤمر بالإعادة مع أنه جاهل؟ إذا رفع قدمه في كل السجود ولم يضعه أبداً وهو غير معذور فيؤمر بالإعادة، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة. أما إذا رفعه ثم أعاده ووضعه قبل أن يرفع من السجود فهذا يعتبر نقصاً وخللاً، لكن الصلاة صحيحة لأنه وضع قدميه وأعاد القدم إلى الأرض، فحصل وضع الرجلين أو القدمين على الأرض، لكن كونه رفع في بعض السجدة هذا خلل ونقص. نعم. قل فضيلة الشيخ، وكذلك من كان ناسيا وليس جاهلا فلم يضع أحد قدميه في السجود فهل عليه إعادة الصلاة؟ النسيان والجهل لا يسقط الواجب، إنما يسقط الإثم. لو نسي يصلي تسقط عنه الصلاة؟ لا. لو نسي يتوضأ يسقط عنه الوضوء؟ لا، لكن يسقط عنه الإثم. أما الواجب فلا بد أن يأتي به ولا يسقطه النسيان والجهل. نعم.